السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عند إيفن كيدز، هو الجديد دائما حاضر معنا إن شاء الله. اطلعوا معنا شوية جماعة الخير، صحة فطوركم وصحة غداكم. عبالي بلي وقت غدا وقت فطور وقت تقيال وقت منا، مي اطلعوا معنا برك شوية وتلقيو بعضاكم تبرطاجو شوية من اللايف هذا. بس كعنا شوية جديد تروا كولار سيف سيبا سيبا تروا كولار فهم نطلعوا شويه جبنا لكم شويه جديد. كل يوم كل يوم كل يوم نحط لكم حاجه باذن الله حتى نكملوا نستعرض لكم السلعه، والجديد بربي ان شاء الله ما يحبسش. تلاقيو بعضاكم، يرحم والديكم، وبارطاجيو اللايف خلي يستفادوا الناس الكل. مرحبا بالجميع. اطلعوا معنا، عندنا أنا سوما ملاحة راح نديروها. عايز تبقي شوية. اطلعوا معنا جماعة الخير. بارطاجيو لنا اللايف. خوتنا دخلتنا هاد الفيستا تاع سكاي الاوريجينال ما شاء الله. فهذه كولار دوك نعطي لكم لي كولار تاعهم، فتروا كولار وتروا موديل. صبابط لي كاينين بارك الله فيهم، صبطت الشيكو مبقاو الناس يبقاو لنا لي موديل برك دراري وبنات، سامحونا برك دقيقة دوك نرجعوا للصباط. خاوتنا دخلتنا افير شابة باش نحب ندخل منها فيها لا كومبيتي. زيدو طاقيو بعضاكم خليه يطلع اللايف في ساعة. أنا ما جيتش النفس وما جيتش نهضر أي واحد، أنايا نخدم على روحي، نجي في لي زافير، ما ندخلش الناس، ما ندخلش الصوالة. هاي طلعوا لي هادي واش هادي، ها فهادي كولار، فهادي موديل. هذي مشكيف، هذي اللي وريتها لكم في الديبو هذاك النهار. هاي تيك فيستا شابة، هذيك 160 مدام، 160 خشينا الفولور هذاك، كاينة تا 120 هاي البر، كاينة تا 120 هاي البر مدام. كاين هذا الموديل، يعطيكم الصحة ربيعكم، بارك الله فيك هذا. موديل هذا وفيه لي كولار، كاين فيه عندي فيه لا كونتيتي شوالات الاخرين مازالو ما دخلوهش، مازالو في الديبو ما حليتهمش. يعني كل شواله جات فيها موديل وكل شواله جات فيها لي كولار. ها فيها النوار وفيها الروز هذا البينك هذا، والباله هذه خرجت لنا لا كولار هذه، ما خرجت لناش فيها الاحمر. الشواله الاخرى فيها الحمراء وفيها الاورانج، يعني كل شواله كيفاه جات عندنا منها لا كونتيتي ما شاء الله. والسومه الفري ماشي راح ندخلكم، هذه جمله بنصارحكم، هذه جمله باعوها ب 155 وب 150 اللي شاري لا كونتيتي. راكم معايا يا جماعه الخير، هذه باعوها 155، باه ديروا حسابكم، باه ديروا حسابكم. هذه باعوها جمله 155، احنا بربي ان شاء الله ندير لكم فيها سومه اقل من سعر الجمله. هلا باه تكونوا متفاهمين. تشوف اسي اصبر دقيقة خلي لي تشوف هادي، هاي فيها البوشيط تاعها. هل تشوف هل تشوف ما شاء الله 100 غرام باللي طاي، فحتى ل 150 تبدا من 100، يعني من عامين حتى ل 10 سنين. وهاي لا كولر ديزيان كرسون يفي
الله يبارك خفيفه تاع وقتها دركا. سعرها دوك نذكر السعر، فها في البلوني في الروز في الفار في النوار في الفوشيا في الكلار، هذه بلوني هاي السعر. دوك نذكر لكم السعر، ها كيف تتخبى في الواحد تاعها. ها زيد في النوار تاعها هاي النوار تاعها سنترون، تفاح حتى العشر سنين. هذه سنترون، هذه خفيفة. وكان عندي واحد الموديل اللي يجي أخشن منه شوية، دوك يدخل من بعد خاوتنا. هذه قلت لك جملة دارت 155 و160، عندنا احنا راهي ب 140 ألف، 140 ألف سعر. مرحبا بك، عندي كولار وكاينه لا كومبليتي متوفره. هاي راح نصاريبها بركا 140 ألف سعر تاعها، 140 لا 150. الناس شاتها ب 150، تحدى اي واحد يشراها ويجي لها السومه هذه، وين نقبل التحدي. ولا كان دارت اقل قولوا لنا نبيعوها لكم اقل، انا شارينها افا والله ما ندخلك. اللي يبيعها اقل يجي يقول لي اني يعني لقيتها عندي فلان اقل، نحسبها له اقل من الاخر خلاص. مرحبا بالجميع. بون نعطيكم لافير الاخرى الثانيه وش هي. هذه فيستا تاع سكاي، هذه حصريه، هذه خرجت من الوزينه باسم المحل. ما تقول لي لا عند فلان لا عند فلتان، هذه لا كاليتي في الشباب. هذه ما دخلتش منها كونتيتي بزاف، كنت راح نخباها للعياد، كنت راح نخباها للعياد ونبروفيتي فيها بصح لا وقتها خلي الناس تلبس. اعطيني الكحله تاعها، هات الكحله وهاي الكحله، موطيف واحد اخر موديل واحد اخر. الاخرى فها هنا في اليدين فها سونسير، هذه ما فيهاش. كي تجي للحانوت تنص لا كاليتي في حق السعر، مازلنا ما جبنا لها نورمالمون جويه 360 هذه السعر تاعها. ما تقولي لقيتها عند فلان لا عند فلتان، هذه هاي حصريه خرجت من الوزينه باسم المحل. مرحبا بالجميع، هذه لا كاليتي ما تتقشر ما تزول ما تحول. اها خويا العزيز، هذي تدي تغسلها تتقشر نروح نرجع لك صورتك من الاخر خلاص، نبيعو لك بلا سيونس. مرحبا بالجميع. وعندنا مازال عندنا لي موديل واحد اخرين قد نهبط بشويه، مهبطش السلعه كامل. مرحبا بك، هذه انا حطيناها البارحه كما شفتوها، لقينا فيها اقبال كبير. اي حاجه تلقاو اي سلعه عرفوها مليح باللي تلقاو فيها التيكي ايلين كيدز كيما هكا، تيكتاج يجي في الرقبه، اعرفوها باللي راهي سلعه حصريه غير تاع المحل تاعنا برك، ما تلقاها في حتى بلاصه، خارجه من الوزين خياطه تاعنا احنا، انتاج محلاتنا. ها اي سلعه اي بضاعه تلقاها راهي غير عندنا احنا، متوفره غير عندنا احنا، سواء في البوتس ولا سواء في السلعه. مرحبا بكم.